فكره الاستشفاء بتحصل ازاي؟ اللعيب طبعا شفنا تلاحم مباريات، تلاحم بطولات قبل كده، لعيب حتى يعني لعيبه زي علي فرج مثلا النهارده عنده نهائي بكره، ممكن الكسبان برده هنعرف النهارده مين الكسبان، عندهم نهائي بكره، الماتشات كلها داخله في بعض، بيحصل ازاي الاستشفاء ده؟ كمان شفنا نور الشربيني مثلا كانت مرهقه شويه في اول سيت، شفناها بعد كده ابتدت تتعافى بشكل اسرع، عايزين نسال حضرتك بقى بيحصل ازاي الكلام ده؟ الاستشفاء بالنسبه للاعيبه السكواش بيكون على مدار كل يوم يومي وسط الماتشات، يعني لو في ماتش تاني يوم ماتش على طول بيبقى ممكن يعمل ايس باس، ممكن يعمل مانيوال سيرابي مساج عشان يفك العضلات بتاعته ويريحها ويديها تاني ريكفري عشان يقدر يكمل باقي يوم. لو هو بيلعب بيوصل بقى خلاص للسيمي فاينل او الفاينل بيحتاج سيشنز اكتر، بيحتاج اهتمام اكتر، بيحتاج ينام كويس، بيحتاج ياكل كويس، بيحتاج ياخد سبلمنت كويسه، فهو ما عندوش وقت، هو بيلعب حرفيا كل يوم فهو محتاج تركيز استشفاء، فالاستشفاء بيكون عن طريق الايس باس او عن طريق المانيوال سيرابي مساج او عن طريق الكابينج مساج، في اشكال كتيره جدا على حسب هو هيلعب امتى، على حسب هو مريح كام ساعه بعد الماتش، دي بتكون حسابات صغيره بنعملها عشان نقدر نقول هو هيعمل ايه نوع الريكفري بتاعه النهارده. اخر حاجه اسال حضرتك عليها يا دكتور إيه الاستعداد للاولمبياد 2028؟ كلنا شفنا السكواش بقت لعبه خلاص دوليه، الاستعداد هيبقى ازاي؟ السكواش خلاص بقت لعبه منتشره بشكل كبير جدا على مستوى العالم، وخصوصا بعد ما دخلت الاولمبياد في امريكا ان شاء الله 28. انا شايف ان احنا عندنا خامات كويسه جدا في السكواش، من اول الناس اللي بتلعب دلوقتي والناشئين كمان، احنا ابطال العالم في كل حاجه ما شاء الله. الاهتمام لازم يكون اكتر، لازم يكون في اهتمام بالجانب التدريبي، اهتمام بالجانب الطبي، الاستشفاء، الاصابات، الكلام ده كله. احنا الاتحاد المصري سكواش بيقدم كل الخدمات دي، والاتحاد المصري واقف جنب اللعيبه وبيهتم بيهم، وان شاء الله يعني على لسه 4 سنين هيكون في ناس لسه موجوده وناس من الناشئين كمان بتطلع باكج عندنا نقدم بيها ناس كويسه في الاولمبيكس وننافس باذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور، وشكرا على مجهودك الوفير معانا. شكرا.